أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله يصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم
لتحملهم قلت لا أجد ما حزناً ألا يجدوا ما ينفقون صدق الله العظيم.